السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيديو جديد غادي يكون فيديو خاص ما عنده حتى شي علاقه بالبياس، ولكن كاين فيه واحد السيد اللي غادي يقدموا ليه هاد الطنجيه هذه اللي هو ضرب واحد المسافه كثيره من كازا حتى لكركارات، اللي هو حسبتي كنت اليوم لقيتو ضرب 4300 وشي 3. المهم هاد الهدايا اللي جا عندنا لمراكش غادي هديه جائزه هاد الجائزه غادي يقدمها للسي محسن اللي هو كما تعرفوا حتى هاد الفيديوهات ديالو معنا. سي محسن الجائزه ديالك اخويا عطيها لميسي كريستا. ميسي كريستا هو كاين معنا، تحياتي للخويا حسن. اش بالك في الطنجية؟ السهلة ولا ما نستاهلهاش؟ السهلة ولا ما نستاهلهاش؟ واي واحد ضرب حتى الكركارات ولا شي حاجة مرحبا بك. الطنجية نصوب عليه من عندي صغيرة ضرب في مراكش. اللي قال لك شي واحد عند راسه ولا شي حاجة يضرب من هنا الكركارات في مدة 5 أيام نعطيه جائزة التوازن هي اللي هي. ولكن بصراحة الجائزة ما نستاهلهاش بوحدي. هذا السيد هذا السهلة معايا هاد السيد خويا. ريم كوفيتي ريم كوفيتي اخويا السهلة تاعو السهلة تاعو خويا تاعو ديالو هاد سكيشا. حط حط هكا باش شوف باقي بدا ناكل من هادشي شوية ديرها هكا حدا الماكينة حدا الماكينة براك هاد الماكينة عندها فهمتي الله يسر. المهم كيما تعرفوا ريم كوفيتير هي اللي مشات للكركارات والسي محسن تا هو اللي مشى حتى لكراد. داكشي رجعنا لمراكش اليوم وضيفناه، وعلاش لا؟ اي واحد جا لمراكش كيما عرفوا الا ماكلة الطنجية وما ضيفتيه الطنجية راه ما درتي والو، واخا دير لي حتى المهم الطنجية نذوقوها وردوا عليكم وكملوا معنا الفيديو. اش بان لك عمي سكنس في هذه القضية هذه؟ القضية ديال ايش؟ ديال الطنجية للسي محسن ضربت لك الكركارات. مرحبا بك سي محسن عندنا ما كاينش مشكل. شباب وراه عمي سكنس ديما حشمان ماشي بعدايا في الموطور الحمد لله. السيد مرحبا والف مرحبا سي محسن مرحبا بك الله يكبر بك ما كاينش مشكل. حياتي عمي السيكليس. المهم قطع باش نديروا لاخويا الطنجيه باش يشوفوا اخويا وشوفوا واش كاين المذاق وكاين واش كاين شويه واش كاين شويه اللذه حيت راه اللذه هي الزهره فين. لا لا شوف عرفتي ملي ما كاينش الماء وداك الشيء ما كاينش داك المرجة الماء راه قضيه طالعه. احنا بنا نقادو رسميتي في الباكور مغربة المهم اخوان والله الا الصراحه تشهيد يا كاع لي زامي ديالنا تشهيد عليكم هذه صراحه. وانا اي واحد جا لمراكش وبغى طنجيه وبغى مرحبا بيا ماشي زعما نقرب لخاطر ولكن الصراحه خصو يضرب الكركارات والله. المهم راه حتى اللي شوف راه كاين شي وحدين ما يقدوش يضربوا الكركارات حتى هما الا جاو مرحبا نصاوبوا لهم الطنجيه. دير لي ما قادر تيزنيت كاع صافي ماشي مشكل صافي تيزنيت يلا الاخوان كما تشوفوا هذه هي الضو طيطفا صافي لا مزيانه ها والله الا مدرعه. شكون اول سي بس سي عادي ليك سي عادي عادي الزر ديالنا معناه 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 حمو ميسيكليس ميسيكليس هو عادي دابا شوف اقول لك جات الطنجيه اخو هضر مزيان الله يعزيكم واش ما داك كاين لا لا شوف 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 الضيف هو اللي هو اللي ما انتم انتم كثرات لكم الشبعه ما تيبان لها طيط يضحك هذا تبع شبعه مزيه. شنو الراي ديال السي عبد اللطيف ديال عمي السيكليس بغينا نشوفوا الراي ديال الضيف. شوف كليت اخويا شي وانا نطلق الله ما بالك هاد الطنجيه مراكشي راه بلا ما نقول هاد الشيء بلا ما كي جاتك السي محسن الطنجيه وهذاك السياره تبارك الله وداك الحمد ايوا باقي واحد المفاجاه نسيت ما قطعتكش هي غدا عاوتاني وحده اخرى اي ايوا شي باش ديروا بعدا هو واقيلا غنزيد نهار الثالث مرحبا المهم انا هي غدا راه كاينه وحده اخرى صافي صافي ايوا باش كلها باش حتى تقول شي حاجه باش تعاود جوج باش ما يبقاش فيك الحال مره اخرى صافي شي دابا الا كانت طنجيه اخرى شي اتجاه اخر واقيلا نطلع لوجد واقيلا ان شاء الله بوعدتنا ان شاء الله بطنجه واقيلا نطلع لوجد راه الطنجيه الثانيه واش الطنجيه واش عاود ترجع نديرو الثالثه الثالثه ان شاء الله زيد عاد نهضر مع السي محسن على قلت ليه الطنجيه تاع غدا مع الطنجيه الثانيه هي ديال السي عبد اللطيف ان شاء الله هو اللي غادي يتكلف غدا ان شاء الله. ياك السي عبد اللطيف ان شاء الله يا خويا. ولكن اش اللي خلاك بغيتي تكلف هاد الطنجيه؟ اللي خلاني اخويا السي محسن تبارك الله من درب كاع تبارك الله حتى للكركارات ورجع وجا عندنا في مراكش وكان وحده يستاهل اخويا الثانيه من عندي ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي غدا ثاني ما كان غدا ما تغداش وراه مقفل عليك كرسي دابا دير الرياضه جري السي محسن هذا هو بغيتي تموتي بها من مزيان شوف وطا الموتور غادي نشوفوا الا خصها شي حاجه نصاوبوه حتى هو صافي دابا تطلب كل شيء الموتور حتى هو غادي يطلب واخا الموتور تبارك الله ها هو السي محسن اللي ندي لك الموتور يا محسن ولا عمي السيكليس تبارك الله فيك ما تجوش هاتي حشمات مرحبا
غادي تعجبني هذا عمي السكريستا وحش معايا وراه يعني تيه تلقى في الضوء والله حسيت كاع اللي برا يعني لا هو المرة تيقعد معانا انا السي محسن عرفت معايا غير نتبعو في اللايف من نهار مشى الكركاريت تا جا نهار الاخر قال لك فاش رجع مسكين قال لك الحمام ان شاء الله فتي زنيت اييه نتحمم ونحيد هاد الرملة ونتسارح عاد نجي ان شاء الله كاين هاد الهضره كاينه انا بعدا السقال اللي بديت نتبعها انا وما تصنتليش فراش انا براسي ما رديت البال على الهضره نقول لك ها هي الهوشه ديالي ها هي وحل لي الرجل ها هي واخا الناس راه باقي تتسناو السي محسن ها هو زيرو باش يرمي لكم الفيديو ديال شحال كرات ليسانس في الالي ديك 5 ايام شحال كلا فيها ليسانس مرحبا انا غادي نزير اخويا من جهتي وانتم كتبوا اخويا لا بوتي هذا الشيء حنت راه مهم ولكن ماشي ما تجيوش على ليسانس الالي شوفوا ليسانس الروتور حنت راه بايكون دوبل صح الروتور غادي يكون اللي ماشي عند محسن قال لي صعيب لا ليسانس تكال بزاف اكثر من الالي على ود الريح على ود الريح المسافه طويله بعد المرات كتقدر تضرب حتى 100 كيلومتر طروازيام يقدر تاكل 6000 من هنا للكركارات ولكن الا كنتي راجع بتاكل 10000 ولا 11 باش ديروا هذه في بالكم ايوا هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو تلقاو فيديو ان شاء الله تاع غدا عمي السيكليس تبارك الله عليكم وجهك شوف اللي جاب الثاني يا تي دور لي انا